رانا في 10 سنين رانا في غلبة، لا ما الطريق ما كانش، لا بوبال تاعنا نهزوه نطيشوه على الاخرى، الطوموبيلات نطيشوه بعيد. احنا طالبين جينا باش نديروا احتجاجية سلمية، سيدي ما نديروش الاخر. نطلبوا اولا الماء والطريق وانت على بوبال، هذا ما احنا طالبين. نحن سكان حي زوي واحد 337 قطعة، تجزئة 337 قطعة، رانا جينا اليوم في وقفة احتجاجية سلمية، نطالبوا بالماء، نحتاجوا الماء، ما نحتاجوش حاجة أكثر من الماء، نحبوا الماء، راهو شاحوا لنا البارح نحبوا نشربوا، الطريق وحاشا كرمكم الله لابوبال، لابوبال ما عندناش وين نطيشوه، الكاميون تاع البلدية ما يفوتش علينا خلاص. هاسي عندنا دوكا من 97 حنا هنا ما كانش مسؤول طلع علينا، يعطيونا نشربوا، اعطيو لنا الطريق واعطيونا الماء، هذا باش نحبوا. الاحتجاج هذا من حقهم انهم يطالبوا بالماء ويطالبوا بالطريق، يعني احنا كدوله ويعني كولايه خجله، يعني قبل كان عندي اليوم عده لقاءات مع المواطنين تاع الحي هذا، ويعني السيد الوالي مشكور يعني اللي درته بطاقه تقنيه في ظرف وجيز جدا انه سجل لي العمليه تاع الماء هذه اللي مبلغ تقريبا 700 مليون، المقاول ان شاء الله في القريب العاجل تقريبا على اسبوع تبقى قضية إدارية لوفرتير جوجمون.